فتفقهوا في شرات الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في برنامجكم تتساد مع ضيفي الدائم سماحه العلامه السيد ظافر الفياض الاستاذ في حوزه كربلاء المقدسه، فنرحب به سويه. حياكم الله سيدنا، واهلا وسهلا بكم. حياكم الله، يا اهلا وسهلا ومرحبا. الله يسلمكم ان شاء الله. مشاهدينا الاحبه، للمشاركه في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر الارقام الظاهره اسفل الشاشه. سماحه السيد، من الاسئله التي وصلت الى برنامج هدايه السائل، احد المتابعين يقول شلون آلية الوضوء للصلاة الواجبة؟ بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أما في خصوص السؤال الذي تفضلتم به حول الوضوء للصلاة الواجبة، طبعا حينما يتوضأ الإنسان عليه أن يراعي بعض الجوانب، منها طهارة الماء المستخدم في الوضوء، هذه واحدة. اثنين، إباحة الماء الذي هو مستخدم أيضا بالوضوء، يعني أن لا يكون مغصوبا، هذا هو معنى إباحته، يعني مباح، أنت تقدر تستخدمه، تقدر تستعمله، لكن لابد أن يكون مباحا، لا أن يكون مغصوبا أو ممنوعا من الاستعمال. يعني فرضا شخص حاط هذا سبيل ماء الماء وكاتب عليه مثلا للشرب فقط، يعني ممنوع يستخدم لأي شيء آخر، فهذا غير مباح. يعني معناها لازم تشوف ماء آخر مباح حتى تقدر تتوضأ به. هذه الأمرين، أن يكون مباحا وأن يكون طاهرا هذا الماء، هذه الأمور الاستباقية التي يستبق بها عملية الوضوء. ثم إذا توفرت هذه الشروط وصار عند ماء يتوضأ به، أول ما يبدأ بغسل يديه استحبابا، ثم ينوي، والنية أن يقول مثلا أتوضأ للصلاة طاعة قربة إلى الله تعالى، يعني مطلقا، أو يقول أتوضأ لصلاة الظهر فيخصصها بالظهر فقط ولا ماكو غيرها مثلا، هذه طريقة وهذه طريقة، بس الأفضل أن يقول أتوضأ للصلاة طاعة قربة إلى الله تعالى، أو للطهارة طاعة قربة إلى الله تعالى. كلمة قربة إلى الله تعالى لازم تكون موجودة في النية هذه، وإلا بدون القربة هاي النية يعني باطلة، لازم يكون يعيدها، يكون ينوي وأن يكون عمل هذا قربة إلى الله تعالى. هذا في خصوص النية. ثم بعد ذلك يستخدم الماء ويرفع مثلا بكفه الأيمن يغسل وجهه. أول عمل في الوضوء هو غسل الوجه، ويبدأ غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، مو بالعكس، إذا بالعكس يصير باطل هذا، من الأعلى إلى الأسفل، ويبدأ من قصاص الشعر إلى الذقن، وهذا من ناحية الطول. من ناحية العرض، من شعر الزلف هنا أو قريب من الأذن ويسمى بالعذار، من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة، أو ما حوته اليد من الإبهام إلى رأس الأصبع الكبير هذا، هسه سواء واحد إيده صغيرة إيده كبيرة، المهم يغسل من ناحية العرض، يغسل من هذا قريب الإذن إلى هذه قريب الإذن والتي تسمى بالعذار، هاي من ناحية العرض وطولا. أما بالعكس ما يصير، هذا من ناحية الوجه. أما من ناحية اليد فيبدأ
من هذا المرفق إلى أشاجع اليد اللي هي مرافق الأصابع، ويتم هكذا نكسا، يعني من الإيد هذه منكوسة. أما أنه يعني يغسل اليد نكسا بهذه الطريقة ما يجوز، ولا مثلا بهذه الطريقة أيضا غير جائز. لابد أن تكون اليد بهذه الوضعية، وصب الماء يبدأ من هذا المكان من المرفق هذا، واحتياطا يأخذ أصبعتين مثلا مقدار أصبعين من فوق المرفق إلى الزند، ويبدأ بغسل يده نزولا ويرفع إيده وهكذا بهذه الطريقة. لكن مو بهذه الطريقة، يعني طريقة الأخذ والرد، هذا أيضا ما يجوز، يبطل الوضوء. وبعد ذلك ثم يبدأ بنفس ما فعل باليد اليمنى يفعل باليد اليسرى كذلك. ثم ما أن ينتهي من غسل اليدين لا يلمس شيء آخر إلا أن يمسح رأسه، وهو بمقدار 3 أصابع، بهذا المقدار من قصاص الشعر إلى يعني قليلا 3 أصابع، بهذا المقدار يمسح بهاي 3 أصابع، أصبع واحد يمسح هكذا أو أصبعين يمسح هكذا بهذا المقدار من الرأس، ثم مباشرة بعده يمسح قدمه الأيمن بيده اليمنى وقدمه الأيسر بيده اليسرى، وأيضا المقدار الممسوح من رأس الأصبع الكبير أو الأصابع إلى العظم الناتئ، مو العظمين اللي موجودات بالرجل يعني منها واحدة ومنها واحدة، لا، وإنما العظم الناتئ اللي هي قبة القدم، يعني مقدار قليل حوالي أكثر يمكن من 10 سنتيمات أو 15 سنتيم حتى يوصل إلى هذا العظم الناتئ. أيضا هذا هو مقدار المسح. وبنفس الوقت مع بس الرجل، هذا فقط الرجل، يقدر أيضا بالعكس يمسح، يعني من العظم الناتئ إلى أصابع القدم، هذا فقط بالأقدام. أما باقي أعضاء الوضوء لا يجوز بها النكس بالأغسال أو بالمسحات. أحسن، بارك الله بك سماحة السيد كنترول. ويانا عندنا اتصال أبو فدك من الناصرية، حياكم الله يا أبو فدك. السلام عليكم يا حبيبي. وي سيديو، اتفضلوا جنابكم على الهواء مباشرة، يا حياك الله. المولاي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي أنا أبو فدك من الناصرية، عد المرأة هي يعني بشهر رمضان هي حامل وأنا فطرتها، هل عليك كفارة يا مو عليك كفارة؟ حامل مقرب. السيد يسأل جنابكم يقول حامل مقرب. هي حامل بشهر رمضان بس أنا فطرتها، هل عليك كفارة يعني يا مو عليك كفارة؟ المقصود بالشهر الثامن شهر التاسع سيدنا تفضل. هي في البداية يعني بشهر الخامس. السيد يسألك أبو فدك، اسمع السيد شنو بشهر الخامس. بشهر الخامس يقول بشهر الخامس. ها بشهر الخامس. شكرا لك يا أبو فدك، خدمتك يا حبيبي. سماحة السيد مثل ما سمعتوا سؤال الأخ أبو فدك من الناصرية، أشار إلى أنه موضوع هو أفطر زوجته أو أرغمها على الأفطار. بلي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحامل المقرب أو الحامل التي تجد صعوبة في يعني من أداء أو امتثال هذا الواجب اللي هو الصيام مع الحمل، تجد صعوبة في ذلك، يجوز لها الإفطار بهذا العنوان، أنها إما حامل مقرب أو حملها ما يخليها تجد صعوبة في أنه تصوم وهي حامل، يجوز لها الإفطار وبعد ذلك تقضي هذا الأيام بعد رمضان، وإلها مجال من رمضان اللي فطرت به إلى رمضان الآتي، هذا إلها مجال تقضي فيه الأيام التي فاتتها. نعم. مع بلي فدية تنطيها عن كل يوم فاتتها من هذه الصيام، يعني تقضي مع الفدية. أحسنت، يعني ما عليه شيء أبو فدك،
لا لا ما عليش، بالنسبة إله هو إذا هو شخص طبعا حالة زوجته، إذا شخص الحالة حالة زوجته من أنها لا تستطيع معها الصوم ولأنه حامل مثلا أو الحمل يأثر عليها، فهو شخص الحالة وقال لها فطري من هالقبيل هذا، فإذا في هذه الحالة هو ما عليه شيء. نعم لو شخص الحالة خطأ وفطرها عمدا هو بإيده وهي ما كان لها أن تفطر، طبعا هو مأثوم من هذه الناحية، لكن هو إذا كان شخص الحالة وأنها تضرها وقال لها فطري وهي فطرت بهالطريقة هاي، مو أرغمها على الإفطار، يعني مثلا جاب مثلا ماي وشربها بالقوة، هذا يسموه إرغام على الإفطار، أو لا مجرد نصيحة نصحها قال لها فطري وهي همات أخذت نصيحته وفطرت، في هذه الحالة لا شيء عليه. أما بالنسبة لها هي تقضي فقط ما بين هذا رمضان إلى هذا رمضان قضاء فقط، يعني الفدية ما عليها، فقط قضاء. أحسنت، شكرا على هذا التوضيح سيدنا. ويانا أم علي من كربلاء، حياكم الله يا أم علي، أهلا وسهلا بكم. نعم انقطع ويانا اتصال أم علي من كربلاء وننتقل إلى اتصال آخر. السلام عليكم. ويانا أحد المتصلين من دولة الإمارات، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام. بالنسبة للسيد عن سؤال، بالنسبة للمسح بيد واحدة أو باليدين، نعم اليمين والشمال، مسح الوضوء، نعم مسح الوضوء على القدمين، نعم هل هو باليد واحدة أو باليدين، يعني اليمين والشمال ولا نكتفي باليمين؟ عفوا السيد يسأل جنابك يقول على القدمين تقصد؟ نعم المسح القدمين، يعني بعد ما تتوضا تمسح قدمك، لا على الراس، عفوا مش على الراس، على الراس اليمين ولا اليمين والشمال؟ سؤال واضح. عندك سؤال اخر؟ اشكركم الله يحفظكم الله. الله يسلمكم ان شاء الله، بارك الله بك. ويانا كذلك من ويانا الأخ علي من محافظة المثنى. السلام عليكم. السلام عليكم يا أبو حسين، حياك الله. شلونك يا أستاذي؟ يا أهلا وسهلا بك يا قلب أبو حسين. أستاذي سؤال بس. أنا مطلوب صيام. بلي. يعني أكو كل رمضان أنا عسكري أداوم بديالة، أنزل مجاز، كل ما أنزل يعني يصير علي إفطار وما أقضيه بنفس السنة، يعني تراكمون عليه تقريبا بالعشر أيام هسه من كم سنة، يعني من خمس سنوات ستة، يعني شعور هذا حقيقي. إفطارك وإفطارك كان يعني إفطار لعذر لو فرضا متعمد؟ لا لا عذر يعني مسافر بس أنا ما أقضيه نفس السنة، يعني يطوفن علي لو انسى يعني يطوفن علي، هو يعني صار هسه تقريبا بالعشر ايام او اكثر. بالخدمه يا ابو حسين، حياك الله. ممنون قلبك، اهلا وسهلا بك. سماحه السيد، ناخذ بخصوص الوضوء ومسح الراس، سائل يسال جنابك يقول من الممكن بايد واحده لو باثنين، يعني اليمنى واليسرى؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، المسح فقط بيد واحدة ويكون الأفضل باليد اليمنى، بل كل العلماء يأخذون أنه باليد اليمنى المسح. نعم إذا كانت اليد اليمنى ما أقدر أمسح بها، يجوز حينئذ أمسح باليد اليسرى، ولكن المسح يكون باليد اليمنى وبيد واحدة مو باثنين. هذا بخصوص الرأس. شوي خلينا نوسع الموضوع أكثر. أما بخصوص القدمين، بخصوص القدمين طبعا، نعم. اليد اليمنى تمسح القدم الأيمن واليسرى تمسح القدم الأيسر، إلا إذا كان هناك خلل مثلا بأحد اليدين ولا يستطيع مثلا المكلف أن يمسح مثلا
اليمنى مثلا باليمنى واليسرى باليسرى. أحسن. يجوز لحينئذ أن يمسح كلا قدميه بيد واحدة. أحسن. هذا إذا أكو خلل مثلا بإحدى يديه. أحسنت. ويانا كذلك اتصال هاتفي آخر من بابل. من ويانا؟ كنترول. أبو قيصر، يا حياك الله. أبو قيصر من كربلاء. السلام عليكم أستاذ. يا أهلا وسهلا بك. سؤال. بلي. السؤال مالتي مثل باني صايم برمضان وافطرت. نعم. صوم افطرت متعمد. اللي يفطر متعمد برمضان احتياجي يطعم له 60 مسكين ويصوم. نعم. شهرين متتالية. زين. زين. مثل بهاي المدة اني صمت. زين. الايام اللي قضيتها صمت بيها. فبالنهار افطرت. واضح. الو الو، السلام عليكم استاذنا. عفوا جنابك على الهواء مباشرة ابو قيس حبيب قلبك، كمل سؤالك. سؤالي برمضان افطرت يوم. نعم. متعمد ولا مدة اتقبل يوم. زين. اثناء النهار صايم بي وافطرت. افطرت هم متعمد هم ادفع كفاره وقضاء. واضح واضح واضح، السؤال واضح وراح نتناول هذا الموضوع بالتفصيل يا ابو قيصر. نعم سماحة السيد، عندنا الاخ علي من المثنى اشار الى موضوع انه عنده طلب صيام متراكم وما يقضي الصيام مالته في يعني بنفس السنة، ولكن يأجله إلى سنوات ويقول هسه أنا صار عليه متراكم. ما هو الـ أو ماذا يترتب على من ترك الصيام؟ مع العلم الأخ علي أشار إلى أنه هو ما كان يعني إفطاره متعمد لعذر السفر. ماذا يترتب على الأخ علي من هذا التراكم؟ تفضل. بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة الأخ علي. نعم. من أنه تراكمت عليه بعض الفوائد، هذه المفروض بي يقضيهن، يعني يصومهن الآن قبل أن يأتي رمضان، هذه واحدة. نعم. اثنين، أن يدفع فديتين عن كل يوم، مو فدية واحدة، يعني لأن الفدية الواحدة عن كل يوم هي 3/4 الكيلو. نعم. فإذا كل يوم فديتين يصير كيلو ونص عن كل يوم من ذن الأيام العشرة. شنو هاي الفدية؟ الفدية مال هذا القضاء وفدية التأخير. نعم. لأنه أخر القضاء ما كان في نفس سنته، أخره إلى سنوات أخرى، فهذه فدية تضاف إليها والتي هي فدية التأخير. أحسنتم. كذلك عندنا اتصال هاتفي من بابل. من ويانا كنترول من بابل. الأخ اياد. اياد السلام عليكم يا اياد. وعليكم السلام. يا حياك الله يا قلبي. شلون اخوي العزيز؟ في دول قلبك، الله يسلمك يا عزيزي. والله شفنا احنا متابعينكم انا على الاذاعه. خادمكم حاليا جناكم على الهواء مباشره، تفضلوا. رحم الله ديك اخوي ربك. سألك مساع ولد على الصوم مع رمضان. نعم. زين، احنا نشتغل بالعمالة. وزين قعدنا يعني. الو. بلي بلي، شلونك اخوي العزيز؟ يا حياك الله يا قلبي، جنابك على الهواء مباشرة، فدوة روح لك، الله يسلمك. رحم الله عزيز. يا اهلا وسهلا. بس احنا نشتغل بالعمالة. نعم. بلي. الو. نسمعك اياد، نسمعك يا قلب، نسمعك. فنشتغل احنا نشتغل بالبناء. نعم. فاحنا شلون برمضان صوم صوم ما تقدر كم من نهارك. ما صوم يعني ما منين تصرف وتعرف انت مصاريف وهالجسمه. واحنا ما عندنا غير العماله. انا راح اتناول هذا الموضوع ان شاء الله. يا حياك الله اياد، شكرا لك.
عندنا الاخ خضير هم كذلك من بابل. السلام عليكم يا خضير. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. هذا اخر اتصال. بدي حصوتين بالكله. بلي حبيبي خضير. حصوتين انا ما اقدر اصوم يعني شلون. اللهم يواليك الصحه والعافيه. رحم الله والديك. يعني اقدر اصومهن او اقضيهن او شلون؟ نعم. بدي اقول لك حصوتين بالكله ونصوم يهجن علي. واضح واضح واضح. ايه. يا حياك الله شكرا لك. سماحة السيد عندنا أبو قيصر من كربلاء أشار إلى موضوع أنه هو أفطر بإفطار متعمد، ولكن إذا أمكن إحنا الوقت يداهمنا فلازم تكون الإجابات شوية مختصرة، يعني نستميحكم عذرا سيدنا. عندنا أبو قيصر أشار إلى موضوع الإفطار وقال أنه ألفت نظري بهذه المعلومة اللي الغريبة اللي واصلت، يقول على المفطر بإفطار متعمد لازم يقضي أمرين، هم يطعم 60 مسكين وهم صيام شهرين، هل هو هذا صحيح لو هي واحدة من عدهن؟ لا، بالنسبة لخصال الكفارة واحدة من عدهن. زين. يختار واحدة من عدهن مو اثنيناتهن فرسوا. زين. بل. هذا الجانب الأول، يعني من الممكن طعام 60 مسكين وبس، هاي وبس ويصوم. أو يختار الصيام 60 يوم مثلا شهرين متتاليين. زين. لو يختار هاي لو يختار هاي. زين. هو يقول أنا بحال القضاء لهذا الصيام نفس اليوم هم أفطرت إفطار متعمد بقضاء. إذا أفطر على حلال ما أفطر على يعني على حرام وهم متعمدا يعني ما قدر مثلا يجوز إلا بس، لكن لازم يقضي أحسنتم. كذلك عندنا الأخ خضير من بابل، حاليا أترك موضوع الأخ أياد صوم العمالة وكذا لأن أريد أتناوله بشكل تفصيلي. كذلك عندنا خضير من بابل يقول أنا عندي حصوتين بالكيلو وما يقدر يصوم، شنو يسوي؟ بلي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إذا الدكتور قايل له أنت ما تقدر تصوم وأنه هذا يأذيك، يعني بما معناه شخصه أنه مريض، والمريض ما عليه صوم. نعم. حينئذ فعليه الفدية، يدفع فدية فقط إذا جاء شهر رمضان. أحسنت. سيدنا إحدى الأخوات تسأل جنابك تقول أنه أني كثيرة الشك والوسواس، ماذا أفعل للتخلص من هذا الشك والوسواس بإيجاز الله؟ يعني هذه مسألة نفسية. زي. وهذه أفضل الطرق اللي إحنا شاهدناها وقد نجحت مع الآخرين في أنه يتبع طريقة واللي هي قراءة القرآن مثلا والتسبيح تسبيحة الزهراء، وأن يقف عند كل شيء مثلا كل فعل فعله يعمل به شك به يمضي، يدعه ويمضي لا يقف عند شكه. أحسنتم. كذلك سماحة السيد هناك سؤال آخر بخصوص الاستخارة. سيدنا كيف على المؤمن أن يأخذ الاستخارة؟ هذه بسم الله الرحمن الرحيم. إذا المقصود من عندها كيفية الاستخارة، نعم، فإذا الناس مثلا عوام ما عندهم مثلا فت خبرة بالقرآن ما يجوز لهم أخذ الخيرة بالقرآن، ما عنده خبرة به وما عنده اطلاع على مثلا كلمات القرآن معانيها مفاهيمها ناسخها منسوخها مثلا عامها خاصها مطلقها مقيدها، ما يعرف هنذني، فقط يعرف يقرأ بس، أو حتى تدبر بها ما يقدر يتدبر. هذا مثل هكذا إنسان ما يجوز لا يأخذ خيرة بالقرآن، ولكن بإمكانه أن يأخذ خيرة بالسبحة، وخيرة السبحة بسيطة جدا، أن يقرأ مثلا آية وعنده مفاتح الغيب إلى نهايتها، ثم يدعي من الله سبحانه وتعالى أنه هذه طلبتي يا ربي، مثلا أنا نويت على هذا الشيء أو هذا الفعل، فبعد ذلك يقبض من السبحة بعض الخرز ويأخذ اثنين اثنين، فإذا وحدة الباقي يعني إذا بقت وحدة يعني معناها زين افعل هذا الفعل الذي نويت عليه، وإذا اثنين
يعني مو زينة، يعني لا تفعل. أحسنت. هذه أبسط طريقة للخير. أحسنتم. أياد من بابل يقول يابا احنا ناس عمالة، وتدري سيدنا حال العمال شوية صعب يعني، خاصة أيام شهر رمضان، مع ذلك هم ناس يعني عيشتهم بيوميتهم، فيقول شنو الحل اللي أسوي أيام شهر رمضان؟ نفطر، إذا نفطر راح يتحملون إثم، إذا يبقون صايمين عفوا إذا بقوا صايمين هم ما يقدرون يؤدون عملهم، ويروحون يقعدون ببيوتهم يموتون من الجوع. شلون أياد يتصرف في أيام شهر رمضان؟ أياد والكثير من مثل أياد. بله، بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة العامل، عامل البناء في شهر رمضان، نعم، هذا طبعا عند الفجر قبل الأذان ينوي صيام ذلك اليوم، نعم، يعني يسحر على حسب الأصول وينوي صيام ذلك اليوم ويصلي صلاة الفجر وهو صائم، ويطلع للشغل وهو صائم حتى يشق عليه الصوم، فإذا صار الصوم عليه شاقا حينئذ يجوز له أن يفطر ويقضي هذا اليوم بعد رمضان. أحسنت. هذا عن كل يوم يقدر يسوي هاي الطريقة. سيدنا في أيام شهر رمضان بالنسبة للنساء أيام الدورة الشهرية، هل واجب عليها أن تقضي أو لا بإجازة الله يسلمك؟ بلي، في ما بعد رمضان، نعم، تقضي هذه الأيام. كذلك سيدنا هناك سؤال آخر، هل من الممكن الشخص يغتسل غسل الجمعة في ليلة الجمعة؟ بل يعني ممكن هذا جدا، يعني قبل الجمعة مثلا بيوم أو بعد الجمعة بيوم قضاء، فممكن هذا، يعني أمرها واسعون. أحسنت. كذلك هناك سؤال آخر سماحة السيد، ما شاء الله الأسئلة كثيرة. أحد الأخوات تسأل جنابك تقول بخصوص لبس الحجاب للمرأة إذا كان، أو للبنت إذا كان عمرها 11 سنة، هل واجب عليها لبس الحجاب ومن من تلبس؟ بلي، بسم الله الرحمن الرحيم، نعم تلبس الحجاب عمرها 11. إذا كان هي البدء التكليف ولبس الحجاب يبدأ من السنة التاسعة، نعم، فإذا هي سنها الآن هو 11 فلازم واجب عليها تلبس حجاب، وتلبس حجاب من الأجانب، محارمها هم أبوها أخوها مثلا، نعم، عمها خالها، ذولا هم جدها مثلا، ذولا محارمها. بل فقط، أما أولادهم زوج خالتها مثلا يقول لك لا لا، هذا لا لا، أحسنت. زوج خالتها أجنبي. أحسنت. زوج خالتها أجنبي، زوج أختها أجنبي، زوج أختها أحسن. أيضا أجنبي، ذولا أجانب لازم تلبس من عندهم حجاب. شكرا لكم سيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، موفقين إن شاء الله، بارك الله فيكم، خدمتكم. أهلا وسهلا مشاهدين الأحبة، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم بالحلقات القادمة، وآخر دعوانا اللهم عاجل لوليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء. الحق والإيمان فتفقهوا في شرعة الديان، الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.